نبدأها بأول خبر عن منتخبنا الوطني الأول للتايكوندو اللي سافر من أيام علشان يخوض معسكره التدريبي في المكسيك، وده طبعا علشان لعبتنا تستعد بأحسن شكل لبطولة أمم إفريقيا واللي هتتلعب في المغرب في الأيام من 22 و23 فبراير اللي جاي. التصفيات الأفريقية المؤهلة للأولمبياد هتشارك فيها مصر بلاعبين ولاعبتين، وهما الحد الأقصى لكل دولة. المنتخب ضم بين صفوفه 7 لاعبين، وهما سيف عيسى وإياد بركات وعمر غنيم وعبد الرحمن وائل. أما عن الـ3 لاعبات فهدايا ملاك ونور حسين وميسون إيهاب. بيدرب طبعا منتخبنا الوطني دلوقتي مدير فني مكسيكي اسمه أوسكار سالازار، ومعاه 2 مساعدين وهما كابتن محمد مجدي وكابتن أسامة السيد.